جاء في صحيح البخاري وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على عقبه والعاقب الذي ليس بعده نبي. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لي خمسة أسماء. وأيضا جاء في حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة لما لقيه في بعض طرق المدينة، قال له: أنا محمد وأحمد والماحي، وأنا نبي الرحمة ونبي الملحمة، وأنا الحاشر. العلماء تكلموا عن فقه هذين الحديثين، أن للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء سمي بها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه الأسماء الخمسة التي سمي بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الستة، محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب ونبي الملحمة، ستة أسماء. قالوا: هذه الأسماء كانت تعرف قبل الإسلام، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل أو في الكتب السابقة، يعرف بها النبي عليه الصلاة والسلام، فدي أسماء. بعد ذلك له من الأسماء أيضا ما جاء عن طريق الصفات، يعني كل صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام يشتق منها اسم من الأسماء، ولكن الأسماء المعروفة التي تميز بها هي الخمسة أو الستة المذكورة دي. أما بعد ذاك المزمل والنذير والبشير والمصطفى وإلى غيرها من الأسماء دي ممكن يشترك فيها معه غيره، النذير والبشير غيره من الأنبياء بيشتركوا معه في هذا. أما اسمه محمد وأحمد، وأعظم الأسماء وأشهر محمد عليه الصلاة والسلام. ابن القيم قال: في اسمه محمد وأحمد في فرق بيناتهم، الاثنين ما واحد. أما اسمه أحمد فلكثرة حمده، هو بيحمد الله كثير، ولذلك أول ما يبعث الناس يوم القيامة، ودي برضو من أسماءه الحاشر، قال: الذي يحشر الناس على عقبي، يعني خلفي، بعد ما يبعث النبي عليه الصلاة والسلام الناس بعديه ما بدل بيقوم قباله. الصوفية طبعا عندهم شيخ اسمه حسن الفاتح قريب الله، عنده كتاب اسمه يستنبئونك، لما سألوا عن شيوخ الصوفية قالوا ممكن يمرقوا من القبر ويرجعوا تاني، قال: نعم بمرقوا وبخشوا بيقضوا حوائج الناس. قال: وعليك الله الراجل له حاجة من دول مدفون راقد في التراب دمنوه ذاته، انت راجلك حاجة من ميت مدفون؟ قال: بمرقوا يقضوا حوائج الناس ويقعدوا تاني. واحد من اخواننا قال له: بمرقوا ده قليل ادب،
وأنا بتذكر مرة واحد زول عامي ساي في الجامع، بعدين الصوفي قال شيخنا بيمرق بيقبض الحوائج وبيرجع، نطلع واحد قال يا شيخ قليل الأدب يا زول، قليل الأدب كيف والشكلة قامت كيف، قليل الأدب ما قال، قال له والله قليل الأدب كيف قال أدب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبعث ويحشر الناس على عاقبي، قال يا شيخ يقوم قبال النبي ليه، قليل الأدب والشكلة دورت لحد ما حجزهم وكلامه صح، قال لا دبل بيمرق قبال النبي، انت ما ترجع النبي يمرق كويس، وكذابين زي ورده لو يقدروا كبه في النهاية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يبعث أول ما ينطلق الناس إلى الشفاعة بيأتوا إلى آدم عليه السلام يقول لهم لقد غضب اليوم ربي غضبا لم يغضب مثله قط، وإني فعلت كذا وكذا، اذهبوا إلى غيري، أنا ما بشفع لكم. وهي الشفاعة لشنو؟ مو يدخلون الجنة لا، ولا يمرقون من النار لا، الشفاعة إنه يبدأ الحساب. فبقول لهم اذهبوا إلى غيري، يمشي لإبراهيم، بعده يمشي لموسى، بعده يمشي لعيسى، كلهم يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، حتى يأتوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش، قال ويفتح الله علي من حسن المحامد والثنايا ما لم يفتح لأحد قبلي، بيحمد ربنا وهو ساجد، عشان كده سمي بأحمد لأنه هو اللي بيحمد ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده انت لو سألوك عن معنى اسم أحمد لأنه بيحمد الله عز وجل. وهذا يا أخواننا فيه من معاني التوحيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مع درجته العالية والمبلغ العظيم اللي بلغه في الفضل وفي المكانة، سيد ولد آدم، مكانة عالية، بعد ده كله بيحمد ربنا بما من عليه من النعم، وبيحمد ربنا تلقى فيه من بني آدم من المخزولين والناس القلبهم مليان بالشرك، الواحد منهم بيعتقد إنه نجاته في يد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما تنظر لأنه النبي ذاته عليه الصلاة والسلام بيحمد ربنا وبيشكره إنه ربنا من عليه، أنت بدل تحمد الله تي تقول تنادي النبي، دي قالت أحمد يا حبيبي سلام عليك، واحدة مطلوقة ومتبرجة وقليل تدب بجوبها بتمدح في التلفزيون، وزادوا أن تعرف قمة الخزلان الواقعين نحن فيه في البلد دي هنا، قمة الخزلان، واحدة متبرجة تمدح النبي، أكان دين ما في رجالة ما في زي دي تجي تمدح النبي. مرة والله دخلت بالصدفة مستشفى لقيت في التلفزيون شغال البيت بتمدح متبرجة دقت 60 كريم، قالت أحمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك، يا كاشف الكروب سلام عليك، يا ماحي الذنوب سلام عليك. بالله شوف جنس العقيدة الخربانة دي، أخلاق خربانة وعقيدة خربانة، كلام فارغ. ماحي الذنوب مو النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، اللي بيعذب الله واللي بيرحم الله. ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخر الآيات. اللي بيكتب الرحمة الله، اللي بيرحم الله، اللي بينجي يوم القيامة من العذاب الله، أم لا السماء عارفة اللي بينجي منه، أعني من الأمة الناس الدايشين والدراويش والمطرطشين، عرفته؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اسمه
أحمد لأنه بيحمد الله. فبعد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، خد بالك الشفاعة ما في يده مع مكانته العالية، بيستأذن يحمد ربنا ويفتح عليه من المحامد. بعد ذاك بيقول لربنا أمتي أمتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة وتعجل كل نبي دعوته في الدنيا. اتعجلوا دعواتهم إما لأمته أو عليها. قال وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته بعدين فيقول أمتي أمتي، فيقال له ارفع رأسك، يعني خلاص الدعاء وصل، قل يسمع، قول اللي دايره، سل تعطى، اسأل الحاجة اللي عايزك، اشفع تشفع. طيب بعد ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ الحساب، يحمد هو عليه الصلاة والسلام، يشكر، يعني يشكر على هذه الشفاعة. ولهذا هو في الأول أحمد لأنه بيحمد هو، وفي الثاني محمد لأنه بيحمده على الحاجة اللي قدمها دي. ولهذا معنى اسم أحمد هو اللي بيحمد، ومعنى اسم محمد أي الذي يحمد على ما صنع لأمته في الدنيا والآخرة. في الدنيا جاءهم بهذا الدين القويم، الشريعة السمحاء، التوحيد، جاءهم بالدين المستقيم. ربنا قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يحمد النبي عليه الصلاة والسلام، علم أمة أحسن تعليم، أحسن تعليم علمهم وهداهم للصراط المستقيم. قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه. ده بيحمد يا أخوانا ولا ما يحمد؟ يشكر ولا ما يشكر؟ ما في حاجة بتقربك لله إلا وراك ليه. هسه الجماعة اللي بيطنقعوا بالمولي ديل يدقوا في النوبات الليل كله، كرروا كرروا كرروا، واحدين ماسكين سبح بغادي بجر في السبح ولا لوب، ها؟ واحدين بهناك بياكلوا، واحدين طاقين الواطة برقصوا. ديل كلهم الكلام ده جابوه من وين؟ جابوه من النبي؟ ما جابوه منه، مع انه قال ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا واخبرتكم به. قال وما تركت شيئا يباعدكم عن الله الا وحذرتكم منه. سلمان قال ما من طائر يطير في السماء، طائره في الهواء، قال الا واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها خبرا. كلمنا الطائره في الهواء، ورانا تعمل كده وتعمل كده، وموضوع شنو الطيره دي، والبيقتلوا من الطيور ياتو والما بيقتلوا ياتو، ورانا انه في طيور ما بتقتلها زي الهدهد ده لا يقتل، ورانا انه في طيور تاني وحيوانات بيقتلوها زي الحدقه الحديه تشوفها دي تلقط السواسيو يقتلوها دي. قال والفاره الفويسغه، يسمى الفويسغه لانها بتمرق من الجحر بتاعها بتلخبط الواطه كلها، تجي تلف في العجين بتخربه، فهمتك؟ بتجي جاري جنب النار بيشيل النار في ضنبه بتحرق بها البيت كله. الفويسغ الفاره وكتلوها كويس. الصرد غير، لا الصرد ما يقتل، ده اسمه الصوام، ده مع البغادل ما بيقتل. الضب الوزغ، الضب بتاعنا بتاع الحيطه ده، مش الضب اللي بياكلوه السعوديين وغيرهم ذاك، لا ذاك براو ذاك يوكل ويذبح وكده كويس. اما الضب القازون بتاعنا بتاع الحيطه ده يقتل، ولو قتلته بضربه واحده عندك 100 حسنه بضربه واحده، ولو جليت قطعت ضنبه ثاني جليت طقيته في كراعه ثاني جليته بهنا كم مره، في النهايه قتلته بقدر ما انت ضربت من الضربات
بقدر ما نقصت من الحسنات. لكن خليك حريف البيتلك كويس وطق طقة واحدة 100 حسنة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. لأن الضب الحيوان الوحيد الذي وقف ضد إبراهيم عليه السلام. إبراهيم لما ألقي في النار الحيوانات كلها بقت بتطفي في النار إلا الوسخ ده. كل الحيوانات ساعدت في إطفاء نار إبراهيم. الضب ما حاقد، الضب حاقد مشرك. لا يعني مشكلته مع إبراهيم شنو؟ أداه شيك طائر؟ مشكلته معه شنو؟ لما عنده من العقيدة الخربة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل، يقتلوه. يا أخواننا إذا كان سنة ودين علمنا أدق الأشياء زي دي، ضب تقتله وداك ما تقتله، هدهد ما تقتله وغيره، تفاصيل دقيقة. يجي يكون في مولد احتفال كبير، سمسمية وحلاوة وفولية ونوبة وكشاكيش، تت ده ما يجينا؟ أصله ما يجي في السنة؟ معقول يا أخواننا؟ السمسمية السمحة دي ما تجي؟ الضب يكلمنا عنه واحتفال بمولد الحبيب ما يكلمنا عنه؟ يا ناس الشغلة دي كيف؟ ولذلك قلنا من أسمائه الأول أحمد لأنه بيحمد، الثاني محمد لأنه بيحمدوه على ما قدم من لأمته من التعليم في الدنيا والهداية والصبر عليهم لما قدم، ولما قدم يوم القيامة أو يقدم يوم القيامة من الشفاعة يحمد على ذلك. فهو محمد وهو الحاشر وهو العاقب الذي لا نبي بعده، آخر نبي. ربنا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبيين. الشعبين أتباع الترابي لما دارين يعترضوا على الأحاديث اللي فيها نزول المسيح عيسى ابن مريم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم آخر نبي. طيب عيسى يجي كيف؟ هل حيجي نبي جديد بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة لا، ما بيجي نبي جديد، إنما يأتي وهو ما نبي بعد محمد، إنما هو نبي قبل محمد قباله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي، بينه وبين عيسى عليه السلام ما في نبي منه طوالي خاتم الرسالات رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن يأتي عيسى بن مريم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يضع يعني يلغي الجزية، ما في جزية تاني، إما الإسلام والسيف، جزية تاني ما في. فالشعبين قالوا كيف يجي؟ بيجي نبي جديد ولا زول انت بتغالط ولا شنو؟ قولك بيجي وبشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، بطل الغلاط الكثير. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام هو العاقب. قال وأنا نبي المرحمة ونبي الملحمة. خد بالك الاثنين دول مع بعض، الاثنين، لأنه الآن الصوفية وغير من الأحزاب الضالة كالأخوان المسلمين بيهتم لك بالدين ده كله، في الدين بيهتم بنقطة واحدة، يقول لك الرحمة يا مولانا، الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما كان رؤوفا. أيوة متفق معك كله، أيوة رحيم ورؤوف ده جانب، لكن في جانب تاني قال وأنا نبي الملحمة. قال العلامة ابن القيم ومن أسمائه الضحوك القتال، الاثنين بضحكك ضحوك لكل من يستحق وللأمة، رؤوف رحيم. لكن في مجرمين ده النظام معاهم كيف؟ بنجمهم ولا بنجمهم؟ ولذلك الداعية اللي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتسم بالصفتين مع بعض، أن يكون رحيما رفيقا مع المستحق، وأن يكون هو القتال، وأن يكون هو صاحب الرحمة وصاحب الملحمة. لما يدور القتال النبي عليه الصلاة والسلام زمان الصحابة بيحتموا به، يحتموا به وراو. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا إذا احمر الحدق، دورت معركة لما تدور وحمي الوطيس، قال نحتمي برسول الله في الجهاد ده بدور تمام، شان انت ما يربوك تربية مختلة
في ناس بيربوك بس انها ناعمه يقول لك لا لا انت كداعي للاسلام لابد تكون رقيق يعني تي كاتل حيلك كده في الجامع احبتي في الله ومضبلين كده زي البلاغاتيه اللي بيجوا شارين على الجور وداخلين الجامع ديلك شفتهم واحد كاتل حيل وقايل الدين كتله حيل يا فرفش شويه انجب شد حيلك الدين ده ما كتله حيل برا انت بتقتل حيلك احيانا وتتخشع وتتادب في مواضيعك لكن في مواضيع دايره تكون قوي مع اعداء الدين في اعداء المله انت قال الصوفيه ده الان بيمثلوا شنو ده بيمثلوا اعداء التوحيد انت لو ما بقيت نجيض بحقروك تبقى نجيض وكارب في وقت رد البدع ترد بقوه النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم عن البدع قالوا انتفخت اوداجه واحمرت عيناه فعلي بن ابي طالب قال كنا نحتمي برسول الله قال والشجاع مننا اجع ذول بيكون وين قال اللي اقرب ذول للنبي وراه مش قدامه وراه ارجل واحد بيكون قريب للنبي وراه عليه الصلاه والسلام قدام هسه تعشف الجماعه اللي بينادوا بالجهاد اليوم دي وخاصه اللي بيكركلك بفلسطين وفلسطين واخوه الاسلام والقدس ضاعت يضيع على زمن يعني شان اعلن وقال القدس قال عاصمه اسرائيل وهي اولا مش كانت عاصمتكم انتوا ما يحصل بتاعت اسرائيل يعني انت قال في جديد قال بيتباكوا دين يقول لك الجهاد انتفض انتفض انت انتفضت انت ده انت قاعد وين في الدوحه يا زول واحد قاعد في الدوحه وما ادراك ما الدوحه ثم ما ادراك ما الدوحه دول قاعد هناك مرطب وبعين لك انت بالشاشات بس غاية ما يصنع من الجهاد بتاعه جهاده كله يمسك الرمود يقلب الشاشة يعين في قناة الجزيرة يجيبوا المساكين اللي بيضبحوا فيهم طلعهم هو اللي طلعهم قول لهم الجهاد وفلسطين والشيماء تبكي الشيماء بتبكي انت المقاعدة كينو شنو ما تمرق هو ما يمرق تلقى قاعدين في محلهم ياكل من الدم بتاعك انت وياكل من عرضك اللي بينتهك والبلد اللي بتضيع واحد بيكتب اظنه القرضاوي كاتب اين المسلمين ولا بد ينتفضوا والقدس اخذوه واحد رد عليه وعجبني الرد رد عليه طوالي قال له المسلمين ماتوا بالفتن اللي عملتوه انتوا ديل قال له بالفتن اللي عملتوه انتوا يخلوا المسلمين يتكاتلوا بيناتهم سوريا انقرضوا نصهم اظن ماتوا العراق وين الان المسلمين في العراق بيقوا شغالين كتل بيناتهم اليمن غيره الحروبات دي كلها دورها منو ديل دعاة الفتن اشعلوا الثورات طلعوا الشباب امرقوا شيلوا الطواغيت والطغاة وتحرروا ولا بد من دماء قرضوهم بعد شويه ديل جو قبلوهم على الغزل بيجوا يتباكوا وين شباب المسلمين كتلتهم بغادي انتوا دين وآزيتهم ولهذا كان هذا يا اخواننا من اوصاف النبي عليه الصلاة والسلام نبي الملحمة قدام في الجهاد قدام اول ما يبقى الجهاد جهاد حق تمشي قدام لكن انا اديك مقياس بسيط شوف الجهاد لما يكون جهاد حق اخر ناس بتلقاهم الاخوان المسلمين ورا ما بيجوا وتلقاهم بيصبطوا في الامه يقول لك الامه اللي بتطيع حكام السلاطين ورا ما بيجوا الجهاد اللي بيمشوا قدام ديل دائما الناس اصحاب العقيده والدين الصحيح ديل بتلقاهم قدام عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان قدام ما كان ورا انتوا يا دعاة اللي بتقولوا للشباب واجب عليكم تستشهدوا كويس استشهد انت اللي بتنظم ده اول حاجه امشي ودي اولادك بتوديهم ما بوديهم اولادهم بيقرون في بريطانيا وفي امريكا ولده بيقرا هناك مرطبين ويطلع اولاد المساكين على اي حال الكلام يطول انا اكتفي بهذا القدر وادع المجال للمتحدثين من بعدي